هلو، السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بحلقة جديدة من تراريا، حلقة رقم 35 من تراريا مودت. وبهاي الحلقة حنقاتل في البوس، مو هذا ازانا اللي هو هذا. طبعا هالبوس هو قبل اخر بوس من الالمنت سووكن، ف يا رب نحسن نقتله. زائد انه لقيت هالسلاح او اجاني هالسلاح من الديفاير اوف جاد، فهالسلاح المفروض انه بس يجيني من هذا يسوي 4400 دامج، بس اجاني الانريل عليه فصار يسوي 5059، فرق من الارض للسماء. وهلا بعطيه ابجريد بسيط، كم توقع يسوي؟ توقع يوصل 6000؟ لا، بس بدي اعطيه ابجريد بس مشان السلو، لانه سلو لدرجه. اوكي، اتوقع جبت بفاتي كلهم. جبت هالسلاح، حاليا حنستعمله كبدايه، لو ما زبط حنغير هالسلاح. بس لازم اجيب البولت تبعته، طبعا هاللي نسيت اسويه. اتوقع انه عندي، لا يس عندي. اوكي، اتوقع انه نحن جاهزين. هلا يصير ليل، نجيب هاد وخلني اجيب، اعطيه شوي كمان، خلني اجيب الليل مرة واحدة. شاب البفات نرجع اجيبه اجين، و خلني اجيب البوس. لا، اول شي خليني اجرب هذا. هيا يابا، شوف الدامج بس يصيب. هيا يابا، اوه شت، هذول ما كانوا المفروض يصيبوني. قاد دامت، هلا اني. اوكي نزل هي. دامت، ما حسن هي. خيبا الدامج بيسوي على هذا. هاي اللي بتم قريبة مني نفس كل مرة بتتوهق. وات البوس مات. وات بيسوي ست بيسوي 6600. لا 6300، جاد دام خيبة. وشو هذا؟ كنسوم ابل، ما لازم نسوي له كنسوم. لا وين راح؟ اعطيني اياه، اعطيني اياه. جا عبالي اجرب السلاح مرة ثانية. شوف قديش بيسوي دامج على هذا. هذا هو اللي اعطاني اياه. ها عم يسوي مس. هاي الشغلة اللي بتطلع ورا، اللي بتطلع ورا الانمي نفسه، هاي الشغلة اللي بتسوي الدامج الخرافي هذا. God damn. خلينا احول هذا السلاح على السريع. خلينا نقتله بالجد وي، او هذا لانه شكله مو منيح. ما بعرف احكي. المهم حقتله بالسلاح هذا، لانه ما بفضل اني قتلته بهالسلاح اللي هلا قتلته فيه. ما حقتله هيك، او ما حيصير موضوع هيك، لانه هيك بصير غش، او حاسه غش، مع انه مو غش الموضوع من عندهم. خيب، حتى ما لحق يروح على الفيس الثاني، ما لحق يختفي البوس. دام وين هذا؟ يعني مو سالفة انه ما بسوي دامج على هدول، بسوي عليهم دامج، بس هذا بسوي دامج خرافي. يعني what the fuck؟ من جد؟ او بي رسمي؟
اتوقع هاي نتيجة دمج اكثر من مود مع بعض، او دمج مودات كبيرة مع بعض. هالفيس الثاني هلف ست طوص ليزر. هالفيس اللي فيه غاز اتوقع. لا تموت. لا 2% God damn it. يعني بحسن اقتلها بس ها سلاح او بي. يا رب لازم ما يجيب وجهي. اوه شت كان رح يجيب وجهي. هذا هو اصعب فيس بهالبوس رسميا. هذا اصعب فيس. هذا هو تبع الغاز. انا طلعت على الفضاء اللي هو احسن مكان طبعا عشان تقاتل فيها البوس. حياتك ما هتلاقي مكان احسن من الفضاء لهالبوس. بس انا هي لا بعد 30 ثانية. هذا اتوقع اني اعيش. هذا فيس جديد اول مرة اشوفه. هنبوص بس للاحتياط. هذا هو دلتا. اوه هلا بس قتلت بهاي الطريقة. هلا برتاح قلبي. هلا رسميا برتاح قلبي لانه ما كنت حفت على تريجر باك تبعه بهذيك الطريقة ابدا. يعني شوف هالمسكين مع السلامة. عرفت كيف؟ God damn السلاح او بي. اوكي خلينا نشوف التريجر باك. اعطتني رينج توبن اللي هو شيء كثير كثير نايس. انا عرفت احكي. هذا سلاح اللي الشيء لافت انتباهي غير انه فيري فاست وبيسوي 1200 وزفت دامج انه 74% كريتيكال تشانس. ما بعرف كريتيكال تشانس هو اللي بيدبل الدامج ولا لا، بس اتوقع انه هو. واعطاني السمن. اوه نايس اخيرا سمن نفس الناس. زمان بدي سمن منيح. هذا السمن ما عجبني كتير ترى. ما بيسوي دامج كتير و باد مو منيح. هذا بيسوي 800 دامج. هولي شت. او ما نسوي بياخد حبة بلاتينوم كاملة على الابجريد واحد. God damn. وهذا هو البار الجاي تبع Elements Awaken، او البار الاخير تقريبا. استنى هدول بيعطوني بار لانه هذا الباقي لنا بالElements Awaken اخر بوس. رسميا اخر بوس اللي هو هذا بالElements Awaken ما بيعطيني بار. هذا اخر بار رسميا بالElements Awaken. ف ما بيسوي ارمور بس بيسوي يس بيسوي بولت. اوكي ما بعرف اذا بدي اصرف اخر حبة ارمر على بولت بس يلا بيسوي بولت. سامنز هذا اللي بيسوي سامن لاخر بوس. نايس كريستال. هاي منين بتجيبها؟ اوه لسه بدي اسوي فرن مخصص لالهم او فورج مخصص لالهم. هاي لازم احطها ببيت لحاله. ناخذ زرق بوشن نرجع من بيها طبعا ومنروح على الاوشن مندور. من السمن؟ السمن مو هم هاي صح؟ لا هدول هم. مندور على هاي نشوف الدامج اللي حيسويه. يعني شوف هذا الدامج اللي سواه هلا. شوف هذا مالك من هذا. اوكي خليني افهمكم على الموضوع احسن. اسوي زوم. هذا بيسوي 759 دامج تمام. 62 كريتيكال تشانس جادلي طبعا ما في عليه انريل. هالشي اللي بزعل. هذا ديدلي. هذا انريل
الليست نازل لتحت كتير، بس هذا القصة اللي فيه انه صح انه فاير اكستريملي سلو 57% كريتيكال تشانس، بس بيسوي 6260 دامج. ما بعرف كيف الاقرام عم ترفع عم تطلع وتنزل. عم تأكد لو استنى شوي كبست ان كم حيسوي 6705. لسه لو شفت بفات اكتر، في لسه بفات بتحسن تزود لي الدامج. هذا ما زود لي الدامج. فوق شو بيسوي معناته؟ هذا يوسلس، هم منه فائده. هلا جربناه مو منيح. هذا كتير منيح، وبالاخص انه بيسوي 50% chance not to consume ammo، اللي هو كتير منيح. فخلينا هذول ما شفت منهم فائده. هذول السمن هلا اسوي زوم ان، نزلت هذول، بدي اسوي البار. كيف بسوي البار؟ بدي الكيوتك هاي صح؟ يس. معي كيوتك فلير؟ معي. فبس لو بزت هدول جوا بس نسوي الفورج. واتوقع معي الالمنت سوك، معي الالمنت فور صح؟ يس. شيل هاي وبزتها هون. كيوتك لا هاي هاي اخر فورج للالمنتس اواكن اتوقع. يا رب ما اكون ضيعت الفورج تبعي. المهم هلا البار هذا صار بالارض اتوقع. اوكي نيفر مايند. ما بتطلع بالارض. اللي بيصير هو انه بستخدم هاي. استنى خلينا نشوف في عندي اورز. اور كوبالت نايس. اللي بيصير انه بزت هاي او بستخدمها وبعدين برمي عليها الاورز فبتعطيني اياهم. يس ها هي هاي فكرة احسن. صار معي 103 خيبة. نزلت هدول و هاي احسن من اني افرم بالارض. شكرا. هاي اللي بسوي فيها سمن للشغل هاي للبوس الاخير اتوقع. اوكي اللي حنسويه هو كالتالي، حنروح على يورن هلا، حنسحب على البوس الاخير من Elements Awoken، حنروح على يارن. بعد يارن حنروح نخلص Elements Awoken، بعدين حنروح نخلص سبرينج كرامتس اذا احسننا. امالي بالارض على فكره ضد سبرينج كرامتس، شفت الناس عم تتعذب على اليوتيوب. فالله يستر. اوكي ما اتوقع هاي الساحة هتسوي الموضوع، بس يا رب. هذا هو مسوي عليه دامج. اوه شيت شو هذا؟ وات ذا فاك شو هذا؟ حط حاجز. وانا كنت نفس القصة. جاني مكان مات. اوكي انا كنت مصغر الشاشة كتير، ممكن انه حط حاجز او شغلة. ده انا سويت لي وان شوت. ما اعرف 300 اتش بي. جاد دام. انا اشرب بفات اجين. على الاغلب عم بضيع بفات بس يلا. اوكي هذا هو. دامجي ضعيف عليه. هذي بس انا اقول. ممكن لو سويت هيك. اوكي هالشي ما عم يسوي عليه دامج كتير كمان. لازم ما اتلك مشان اجيب ال هدول هنا. اتوقع هو اللي بيحطهم صح؟ God damn. ليش هيك فجأة بقتلني؟ اوكي حجربه لآخر مرة. بس بدي افهم حركاته، ماني فهمان حركاته. اوكي هذا هو، هالشي بيسوي لي وان شوت.
اتوقع المفروض ما اتحرك من مكاني لانه لحد الان ما سوى الحركه هذيك اللي تصلحني وان شوت. كيف ما دمجت؟ لا بعد عني لا تلزق فيني بليز. اوكي بنزل تحت الارض نايس تو نو. بدي بلاتفورم 100% 100% بدي ارينا. السالفة انه ما عم بسوي عليه هداك الدامج، هداك الدامج الاوكي يعني. ممكن اسوي لا ما اتوقع اني اسوي عليه دامج احسن من بفات تانية، لانه بفاتي هاي اتوقع هاي احسن بفات ممكن اجيبها. نيفر مايند نص البفات راحت. بس انه نفس الشيء ما بعرف، ممكن لازم اسوي سلاح تاني، بس هذا سلاح كتير منيح. ممكن لازم اغير شيء باللودوت. المهم حنخلي الموضوع للحلقة الجاي، حنتبهدل طبعا نفس ما بشرتوني بالكومنتات. المهم هذا كان كل شيء حلقتنا اليوم. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك. مع السلامة.